مرحبا بكم في قناتنا. في هذا الفيديو الملهم سنتحدث عن لحظات مذهلة تم التقاطها خلال إعصار ميلتون، حيث رصدت الكاميرات الخفية شيئا غير عادي تماما وكأنه من عالم آخر. هذه الظاهرة الغامضة جعلت الكثيرين يتساءلون، هل كانت الملائكة بالفعل جنودا أرسلها الله للبشر؟ هل كانت رسالة إلهية تشير إلى أنه لا يمكن لأحد مهما كان قويا أن يتحدى قدرة الخالق؟ عندما ضرب إعصار ميلتون جاء بقوة لا ترحم يعصف بكل شيء في طريقه. كانت الرياح تعوي كأنها صرخات من عالم مجهول، والمطر يهطل بغزارة تغمر الأرض وتملأ السماء بالظلام. في تلك اللحظات العصيبة رصدت الكاميرات الخفية شيئا مدهشا وغير عادي، أشكال مضيئة تظهر وسط العاصفة، أجنحة نورانية تبدو وكأنها تطفو في الهواء، بدا وكأن السماء تفتح أبوابها لتكشف عن رسل من نور، كأنها ملائكة تحلق وسط الفوضى لتذكر الناس أن هناك قوة أعلى تحكم الكون. هذه اللقطات انتشرت بسرعة البرق لتثير حيرة ودهشة الملايين حول العالم. البعض اعتبرها مجرد خدعة أو تأثير بصري بسبب الأمطار والرياح، لكن آخرين شعروا بأنها أكثر من مجرد ظاهرة طبيعية، فقد بدت الأشكال وكأنها تتحدى قوى الطبيعة نفسها، كأنها جاءت لتحمل رسالة إلهية قوية، وتظهر أن هناك ما هو أعظم من أي تحد بشري. وهنا يطرح السؤال الكبير، هل كانت هذه الملائكة جندا من جنود الله أرسلها لتنبيه البشر إلى عظمته وتذكيرهم بقوته؟ في كل العصور كانت الملائكة تذكر في الكتب السماوية كرسل للسلام والرحمة، وأحياناً كجنود يدافعون عن الحق وينفذون إرادة الله في الأرض. وإذا كانت هذه الظاهرة حقاً تجلياً للملائكة، فقد تكون رسالة واضحة بأن الله يراقب ما يحدث على الأرض. في الآونة الأخيرة شهد العالم تغيرات كثيرة على الصعيد الأخلاقي، انتشرت الملاهي الليلية وازداد العري والزنا، وأصبحت الخمور جزءاً من حياة الناس اليومية. مع تزايد مظاهر الفساد بدا وكأن الإنسان ينغمس أكثر فأكثر في ملذاته وينسى القيم الروحية والأخلاقية. وأثناء هذه الحقبة تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحد وقال إن أمريكا لا يمكن أن يهزمها أحد، متفاخرا بقوة بلاده. ولكن هل يمكن لأي قوة بشرية أن تتحدى إرادة الله؟ ظهور الملائكة في السماء خلال إعصار ميلتون وإن كان ظاهرة مثيرة للجدل، قد يكون بمثابة إشارة قوية بأن هناك حدودا للقوة البشرية وأنه لا يمكن تجاهل القيم الروحية. فالله قادر على إرسال جنوده متى شاء بأشكال غير متوقعة ليذكر الإنسان بضرورة التواضع والاعتراف بأن هناك قوة عليا تحكم الكون. في هذا السياق ظهرت الكثير من القصص على مر التاريخ التي تتحدث عن ظهور الملائكة في أوقات الكوارث الكبرى والحروب كعلامات على الرحمة الإلهية أو رسائل للتحذير. هذه اللحظات الغامضة عادة ما تجلب السلام والطمأنينة للمؤمنين، وفي الوقت ذاته تثير التساؤلات في نفوس الآخرين. فالملائكة ليست فقط تجليات نورانية، بل يمكن اعتبارها رمزاً للأمل واليقظة الروحية. وفيما يتعلق بتحدي بايدن لقوة الله، يمكن أن تكون هذه الحادثة تذكيراً بأن الفخر الزائد والغطرسة ليس لهما مكان أمام قدرة الله العظيمة. فالتاريخ مليء بأمثلة لحضارات وأمم عظيمة سقطت حينما ظنت أنها لا تهزم. ومع كل اختبار أو كارثة هناك دائما دعوة للعودة إلى الله والتوبة عن الأخطاء. ربما يكون إعصار ميلتون ورسالة الملائكة التي رصدت فيه تذكيرا بأن الوقت قد حان للرجوع إلى القيم الحقيقية، للتفكر في معنى الحياة وأهمية النقاء الروحي. الرسالة هنا ليست مجرد دعوة للخوف من الكوارث، بل هي دعوة للتفكر في حياتنا اليومية،
كيف نعيش، وكيف نعامل الآخرين، وكيف نرى الله في تفاصيل الكون من حولنا، لأننا جميعا بحاجة إلى الإيمان بأن هناك من يحمينا حتى في أحلك اللحظات، وأن الملائكة يمكن أن تكون حقا حاضرة تشجعنا وتمنحنا الأمل عندما نكون في أمس الحاجة إليه. ظهور الملائكة في السماء قد يكون حدثا غير مألوف بالنسبة للكثيرين، لكنه يحمل في طياته معان عميقة. هو بمثابة جرس إنذار لنا جميعا بأن لا نغتر بقوتنا البشرية وأن نعيد تقييم حياتنا. فربما يكون هذا الظهور بمثابة رسالة إلهية تدعونا للتوبة والتقرب من الله قبل أن نفقد الطريق ونغمر بالظلام الذي جلبه الفساد إلى حياتنا. لذلك لا تدعو هذا الحدث يمر دون تأمل أو تفكير. قد تكون هذه اللحظة هي الفرصة التي نحتاجها لنعيد النظر في مسار حياتنا وأن نضع الله نصب أعيننا في كل شيء نقوم به. فالملائكة ليست مجرد أسطورة أو خيال، بل هي رموز للقوة الإلهية التي تحيط بنا، تدافع عنا وتحمينا، وتظهر لنا الطريق في الأوقات العصيبة. إن كان حقا ما رأيناه خلال إعصار ميلتون هو تجليا للملائكة، فهو دليل على أن الله يرسل إلينا رسائل بطرق غير متوقعة ليظهر لنا أنه قادر على أن يبعث الأمل حتى في أكثر اللحظات ظلاما. دعونا نؤمن أن هناك نورا في نهاية كل عاصفة، وأن الملائكة يمكن أن تكون حاضرة بجوارنا، تمنحنا الشجاعة والإيمان لنكمل مسيرتنا في الحياة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترفع عنا البلاء والكرب، وأن تنزل علينا من بركات السماء وخيرات الأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن خطايانا، وارزقنا الهداية والتوفيق في كل أمر. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين يا رب العالمين. ختاما، إذا كنتم تؤمنون بأن هناك شيئا أكبر منا جميعا، فشاركوا هذا الفيديو وشاركونا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدون أن هذه الظاهرة كانت بالفعل ظهوراً للملائكة؟ وهل يمكن أن تكون رسالة إلهية للبشرية للعودة إلى طريق الله؟ ننتظر تعليقاتكم وآراءكم بفارغ الصبر.